مجمع سون الغاز الذي أترأس إدارته قد اعتمد موضوع تطوير الهيدروجين الأخضر كمحور أساسي في استراتيجية التوسع التي ينتهجها. ومن هذا المنطلق التزمت سون الغاز إلى جانب شركائها في مرحلة دراسة إمكانيات التطوير المدعم للهيدروجين الأخضر من خلال تشخيص المشاريع التي يتم من خلال ضبط آليات تعميم استخدامات هذا المصدر البديل للطاقة على نطاق واسع.